محطات إضافية أخرى للبرنامج تتمثل في مشاريع جمعيات محلية ترفع تحدي المساهمة في بلوغ أهداف المخطط الإقليمي التوافقي والمشترك والذي شاركت في إعداده من خلال ممثليها إلى جانب المنتخبين ومختلف الفاعلين في إقليم البلدية. كما تراهن هذه الجمعيات أيضاً على مرافقة الفاعلين الآخرين بصفتها جمعية مسهلة لمشروع مشترك تضع من خلاله خبرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تندرج ضمن مبادرة مشتركة للتنمية الاقتصادية في شعبة أو قطاع نشاط اتفق الجميع على أنه ذو أولوية بالنسبة لتنمية الإقليم. للسيد أعتقد رئيس الجمهورية يعني نظرة ثقبة عندما أقر من ضمن ما أقره تنظيم المجتمع المدني هذا، وهذا يعني يزيد يسهل ويساعد أكثر ويأثر أكثر هذا العديد الهائل من الجمعيات.